اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا وأن الله تعالى هو الذي دبر وحكم وقضى خلقه بالوجود بعد العدم، لما أراد أن يخلق الأكوان وأن يوجد منها ما كان أو يكون على صورة حكمته كما في سابق أزليته، وابتدأ منها بخلق الحقيقة الأصدقية، الحقيقة الأصدقية الصمدية من أنواع الأحدية، فقبض قبضة من نوره وقال لها كوني محمدا، فقبض قبضة من نوره وقال كوني محمدا، نبيا رؤوفا عطوفا ممجدا، فصار عمودا من نوره، فصار عمودا من نوره يسبح الله تعالى ويمجده قبل ظهور الظهور. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وفي ليلة حمله صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان، واطلع الحي القيوم وتجلى برحمة الرضوان، واهتز العرش طربا وما الكرسي عجبا، وانتشرت الرايات الربانية وتلألأت الكائنات بالأنوار، وتنكست على رؤوسها الأصنام، ونطقت دواب قريش بالمقالات، حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة، فهو إمام الدنيا وسراج الأنام، وفرت وحوش المشارق إلى وحوش